يسابقون بآلياتهم المتواضعة الهواء خشية أن يؤدي هبوبه المفاجئ إلى تجدد اشتعال النيران. حملوا المعاول بأيد لا تملك أكثر من ذلك لإطفاء حرائق تنقلت من منطقة إلى أخرى بتزامن يعزوه البعض للعوامل المناخية. من غابة إلى أخرى تنقلوا متابعين حركة طوافات الجيش اللبناني التي دخلت الأجواء تحمل الماء من بحيرة القرعون وترمي بها فوق غابات عيتانيت التي تشهد للمرة الثانية حريقة خلال أقل من عام. المعطيات الموجودة عندنا حطيناها عند الأجهزة الأمنية وهن بيتابعوا تحقيقاتهم وصولاً لحقيقة شو صار وكيف صار الحريق وبأي طريقة. طوافات انتشرت للاستجابة لأكثر من 90 حريقاً خلال يومين. الأسباب كلها هي يعني من فعل الإنسان، على الأرجح هي إهمال العالم عم تقدر ما عم يعني طريقة التعشيب، أوقات بيحرق أعشاب، أوقات في ناس غير مسؤولة بيكونوا بغابة معينة بيكبوا، في مكبات نفايات عشوائية عم تحترق وهيدي عم تنتقل شراراتها على الغابات والأحراج، وفي شيء متعمد. لا تملك الدولة أي خطط أو تجهيزات متطورة لإخماد نيران تعرف أن مواسمها أضحت فصولا، فتركت المهمة على عاتق خريجين وطلبة جامعيين تطوعوا في الدفاع المدني بانتظار صدور نتائج التحقيقات حول أسباب اندلاع الحرائق بشكل متزامن. والبلاد على أبواب شتاء لا تملك فيه عائلات كثيرة ثمن حطب يدفئها. تلك هي صورة مصغرة عن لبنان، بلاد مشتعلة ومسورة بحرائق لم يعرف مفتعلوها حتى هذه اللحظة. أما عمليات الإطفاء فتقوم على مبادرات فردية ووسائل بدائية لم تحمي البلاد، وإن نجحت بالحد من الخسائر. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من بلدة عيتانيت في البقاع.